منتخب الكرة الطائرة للسيدات عاد اليوم للقاهرة الفجر بعد الحصول على المركز الثاني في البطولة الإفريقية اللي أقيمت في الكاميرون. حسم منتخبنا التأهل كده لنهائيات كأس العالم ووصافة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، نتيجة قمة في الإيجابية من وجهة نظري بصراحة. وفي البطولة دي واجهنا في النهائي منتخب كينيا اللي لازم نعترف انه الافضل في القارة الافريقية في تاريخ كرة الطائرة للسيدات. اللي بيقول كده مش انا، اللي بيقول كده الاحصائيات. سيدات كينيا هم ابطال افريقيا في الكرة الطائرة للمرة العاشرة في التاريخ. السيطرة على القارة الافريقية في كرة الطائرة للسيدات كينية. كينيا المصنف ال 22 على مستوى العالم، واحنا ال 38 على مستوى العالم. ارقام مهمة، الأرقام دايما مهمة والتاريخ مهم. التصنيف ده بيوضح الفارق ما بين المنتخبات. حتى الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور اللي حققت المركز الثالث تصنيفها ال 27 أعلى مننا برضو. ورغم كده منتخبنا فاز بالمباراة أمام الكاميرون 3-1، يعني في منتخب موجود للسيدات في كرة الطائرة، عندنا منتخب جامد، منتخب قوي. تنقصوا بعض الخبرات والامكانيات الفنيه اللي هيكتسبوها بعد كده. لكن لما اجي اتكلم على منتخب كينيا لازم نعترف ان منتخب كينيا اللي فاز بالبطوله بالارقام هو سيد القاره الافريقيه في كره الطائره للسيدات. بصراحه احنا وصلنا للوصافه في بطولات افريقيا للسيدات 4 مرات. تمام. والنهارده اللي حصل ده انجاز. طيب كينيا بقى في اخر 3 نسخ 2017 و2019 و2021 هم كانوا في الوصافه. طب المنتخب الكيني ده بصراحه تم الانفاق عليه مبالغ طائله، تم الانفاق عليه تقريبا 545 الف فرنك سويسري من 2021 لحد النهاردة عشان يتجهز ويفوز باللقب. وده رقم معلن أعلن عنه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة قدام حضراتكم. يعني في خطة وفي نهج ماشيين عليها لعيب كينيا أو الاتحاد كينيا عشان يحققوا اللقب ده، واللقب ده مش بالصدفة. وإحنا بدأنا الخطوة دي من بعد انتخابات مجلس الإدارة الحالي بتجهيز منتخب قوي وبالتعاقد مع خبراء اجانب او منتخبات قويه على مستوى الناشئين للتجهيز، وتجهيز الاهم هم القاعده، توفير استقرار للعبه من خلال المجلس الحالي. في استقرار والاستقرار دايما بيولد نتائج حلوه. مصر لو بصينا في الارقام حققت بطوله افريقيا للسيدات 3 مرات، عام 76، عام 89، وعام 2003. وحققنا مركز الوصافة 4 مرات، وده التأهل الرابع لينا على مستوى كرة الطائرة للسيدات لنهاية كأس العالم بعد التأهل أعوام 90 و2002 و2006، والمشاركة في المشاركة الرابعة هتكون إن شاء الله 2025. البطولة القادمة بنظرة كده على التاريخ، أول البطولة دي أول مرة وصول لنهائي كرة الطائرة للسيدات من كام سنة بقى؟ يعني اخر مره وصلنا فيها لنهائي في كره الطائره للسيدات من 20 سنه. يا نهار ابيض، من 20 سنه ما وصلناش للنهائي. تاريخ يعني فتره بعيده كتير، وكان عندنا مشاكل، وكان عندنا مشاكل في كره الطائره للسيدات. اول مره نوصل نهائيات كاس العالم من 22 سنه، يعني برضو مده طويله. دي أول مرة نوصل نهائي أفريقيا بعد الغياب الطويل. طيب نرجع تاني كده للصورة الإفريقية ونظرة كده على الساحة العالمية. في خطوة مهمة جدا اسمها دلوقتي منتخب مصر للسيدات، اللي بصراحة تم إعداده بشكل جيد، تم الشغل عليه صح، انتعب عليه، وده زي ما قلنا مش من فراغ، نتيجة الاستقرار. كان عانى اتحاد كرة الطائرة فترة كبيرة من
ازمات الحاجات اللي فاتت ومشاكل وحتى المنتخبات وارقامنا كانت بتنزل، وكان في الجيل الجميل اللي كان عندنا بدا المستوى ينزل، ولكن في الفتره دي عندنا جيل من الشابات الصغيرات بصراحه يشرفوا. في جيل جاي، في جيل جاي، منتخب الاول مع التدعيمات من الشابات الصغيرين دول بقى اللي هم قوام المنتخبات بعد كده، المنتخب الاول بعد كده، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. مستقبل كره الطايره في مصر اصبح واضح، اون تراك، ماشي كده بشكل جيد، والنتيجه دي توضح الكلام ده. عندنا بطلات ناشئات شاركوا في بطولات العالم، دول لازم نكمل معاهم ويكون في دمج بقى ما بين العناصر دي، العناصر الشابه والعناصر بتاعه الفريق الاول، عشان نحافظ كده على الاجيال اللي جايه، وعشان الجيل اللي جاي يكون ما نقولش بقى ايه احنا بنوصل نهائي، لا رايحين عارفين بنعمل ايه، ناخد بطوله افريقيا، عشان لما نروح اي بطوله سواء بطوله افريقيا ودي المنفذ بتاعنا او الاهم، نقول احنا رايحين ناخد اللقب. ولو استعرضنا مشوار المنتخب في البطوله دي الاخيره، بقول المنتخب مصر منتخب قوي، منتخب ند. الدور التمهيدي امام الجزائر، خلي بالكم جزائر من المنتخبات العربيه والافريقيه الاقوى في كره الطايره على مستوى السيدات. تكسب الجزائر 3-0 اولنا كده، تكسب مالي صاحبه الاطوال 3-1، تكسب الكاميرون 3-1، تكسب نيجيريا 3-0، صح الكاميرون 3-1 ولا 3-0؟ 3-1. تكسب بروندي 3-0. طيب نروح لدور الثمانية، نفوز على أوغندا 3-0، حلو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كده. الدور قبل النهائي تكسب رواندا 3-0، الدور النهائي تخسر من كينيا 3-0. ده معناه ايه؟ نفتمع مباريات انت خسرت مباراة واحدة اللي هي النهائي، وفي السبع مباريات عشان توصل النهائي انت خسرت شوط واحد، انت خاب قدام الكاميرون شوط واحد اللي خسرته، ده صاحبة الارض، صاحبة المركز الثالث، وصاحبة التاريخ الاكبر برضو مننا، صاحب التصنيف العالمي الاكبر مننا، وخسرنا النهائي امام كينيا. خبرات، وزي ما قلنا في الاول كده، شوف كينيا اتصرف عليها منتخب السيدات في كينيا 545 الف فرنك سويسري علشان ياخدوا البطوله دي، وانا متاكد ان لو قلنا 10% من المبلغ ده ما اتصرفش على بناتنا، لو اتصرف ال 10% دول هنكسب كينيا، لان احنا عندنا في حاجه تانية احسن من الفلوس واحسن من يعني الامكانيات الماديه، عندنا الثقه وعندنا الاصرار وعندنا العزيمه بتاعت ولادنا سواء بنات او ولاد، كنا هنكسب. فبقول لكم بجد كره الطايره تعظيم سلام على مستوى السيدات لحد دلوقتي، تعظيم سلام، عوده وكامباك كده للمنافسه على القاره الافريقيه ومنافسه على القاب القاره الافريقيه.